هنرتبها، هنديها رانك زي ما شفنا، وهنرتب وهنيجي نطرح رانك الاي من رانك الاكس، يبقى 4 ناقص 1 يبقى -3، ودي مش 105 دي 1، ودي 1.5 -2 تبقى نص، 2 5 -3 2، وهكذا. ده قيم الدي اي. تمام، باخد الدي اي واربعها واطبق العلاقه اللي هي الار اس بتساوي 1 ناقص 6 دي اي تربيع على 5 مضروبه في ان تربيع اللي هي 25 ماينس 1 هي 24. هيطلع لي بقيمه معينه، نتيجه القيمه دي هاخدها اللي هي دي كالكوليتد، تي كالكوليتد، اقارنها بتي الجدوليه، وبناء على زي ما قلنا بناء على المقارنه يا اما هقبل او هرفض فرض العدم. لو تي كالكوليتد اقل من تي الجدوليه يبقى معنى كده ان احنا بنقبل فرض العدم اللي هي بوجود ثبات في تباينات الاخطاء، ولو العكس يبقى هنقبل فرض البديل. الطريقه الثانيه هي طريقه او اختبار جولدفيلد. الاختبار ده بيقول ايه؟ بيقول ده بنطبقه بقى في حاله العينات الكبيره شويه. يعني احنا هنا كنا شغالين على عينه مكونه من 5 قراءات او 5 مشاهدات، لا احنا لو عينه كبيره شويه بقى هنعمل ايه؟ قال لك طبق اختبار جولدفيلد وكوانديت. الاختبار ده سهل جدا برضو، عباره عن ايه؟ باخد قيم المتغير التفسيري ارتبه ترتيب تصاعدي، اخد بعد ما ارتب تصاعدي احذف عدد من المشاهدات الوسطى وليكن مثلا ربع المشاهدات. ازاي؟ يعني افرض انت مثلا عندك عدد المشاهدات 16 مشاهدة، هنحذف ربعها تبقى 4 مشاهدات، اخد 4 مشاهدات من المنتصف واحذفه. طب عندي عدد المشاهدات 13 مشاهدة زي المثال الموجود عندك في الكتاب، ربع ال 13 تقريبا 3 مشاهدات، ما انا مش هقول 3.5 بقى ولا 3.25، لا انا هحذف ايه بما يجعل الجزء المتبقي من البيانات يصلح ان هو يقسم لقسمين متساويين. يبقى انا اهو هحذف 3 مشاهدات، هيتبقى 10، يبقى 10 على 2 يبقى كل مشاهدة او كل مجموعة 5 مشاهدات. يبقى نمرة 1 بنرتب قيم المتغير المفسر ترتيب تصاعدي، نمرة 2 هنحذف عدد من المشاهدات الوسطى بعد الترتيب تصاعدي بيساوي ربع عدد المشاهدات، 3 هنقسم العينة اللي طلعت عندي بقى هتبقى عينتين، هنقسمها العينة بعد ما حذفنا لعينتين متساويتين، نجري انحدار لكل قسم، كل عينة هنعمل لها انحدار. بعد ما خلص الانحدار اخد مجموع مربعات الاخطاء للعينة الاولى والعينة التانية واحسب منهم اف كالكوليتد وفق الصيغة الموجودة قصادك دي، وقارن اف كالكوليتد باف تيبل، وبنفس الطريقة او بنفس النمط، لو كانت اف كالكوليتد اقل من اف تيبل يبقى انا معنى كده ان انا ايه برفض اف كالكوليت اقل، يبقى انا هقبل الفرض العدم، لو الاف كالكوليت اكبر هرفض فرض العدم. ده اختبار التاني، اختبار جولدفيلد. الاختبار التالت وعندنا مثال عليه في الكتاب على فكرة واضح وموجود في كتاب مبين، يعني الاختبار التالت هو اختبار جودفيري. الاختبار ده ما بيفرقش كتير، بس طبعا طريقة حساب مختلفة. هعمل ايه؟ قالك انت هتجيب العينة بتاعتك او البيانات، هتقدر معادلة المتغير التابع، هتقدر المتغير التابع على مجموعة المتغيرات التفسيرية الموجودة عندك، يعني هتعمل الانحدار بتاعك العادي جدا. بعد ما عملنا الانحدار هجيب تقدير للخطأ في كل مشاهدة زي ما عملنا كده في سبيرمان، يعني هجيب الواي اي هات، انا خلاص انا قدرت حصلت عبيتات، بعد ما حصلت عبيتات هعوض بقيمه المتغير التفسيري تاني عشان احصل على الواي اي هات. عندي واي اي هات وعندي الواي اي، اقدر اطرح الاثنين من بعض هيطلع لي قيمه الاي في المشاهده الاولى والاي في المشاهده الثانيه والاي في المشاهده الثالثه الى اي ان او المشاهده الاخيره. بعد ما حصلت على الاخطاء هجيب تقدير لتباين الخطا اللي هو مجموع مربعات الأخطاء، بس يخلي بالك على N مش N-2، احنا في مربعات الصورة
بنجيب السيجما تربيع يو، ان انا اقسم مجموع مربعات الاخطاء على ان او عدد المشاهدات ماينس 2. ده طبعا في حد الانحدار البسيط. هنا انا ما عنديش سيجما تربيع، انا عندي سيجما داش تربيع. السيجما داش دي عباره عن سم اي اي تربيع على ان، مش ان ماينس 2، خلي بالك، لان انت ممكن تيجي تتسائل فيها. لو قلت لك مثلا سيجما داش تربيع بتساوي ايه، وهديك مثلا معلومات مختلفه، يبقى انت تبقى واخد بالك ان داش دي خاصه بتقدير مجموع مربعات الاخطاء في حاله اختبار مشكله عدم ثبات التباينات. طيب بعد ما وصلت لسيجما داش تربيع دي، انا محتاجها بقى ان اقدر منها اعمل متغير جديد. المتغير الجديد ده هو البي اي. اعمله ازاي المتغير ده؟ هاخد كل مشاهدة للخطأ، الخطأ في المشاهدة الاولى تربيع، والخطأ في المشاهدة التانية الاولى، وهقسمه على السيجما داش دي، والخطأ في المشاهدة التانية واقسمه على السيجما داش، والخطأ في المشاهدة التالتة. هقدر اوصل لسلسلة لمتغير جديد اسمه البي اي. يبقى البي اي ده متغير جديد خالص انا وصلت له، ان انا قسمت الخطأ في كل مشاهدة على السيجما داش تربيع. هناخد قيمة المتغير الجديد ده ونجري له انحدار على المتغيرات التفسيرية الموجودة عندك في النموذج، او متغير تفسيري او متغيرات تفسيرية على حسب النموذج بتاعك. نوجد مجموع مربعات الانحدار. هجيب بعد ما عملت الانحدار ده هجيب منه الـ ESS او مجموع مربعات الانحدار. ايه الهدف؟ الهدف اني احسب حاجة تانية اسمها السيتا. السيتا دي هي نص مجموع مربعات الانحدار. اخد السيتا واقارنها في جدول كاي سكوير، اقارنها بعدد المتغيرات التفسيريه اللي هو احنا شغالين على انحدار بسيط. هنا عدد المتغيرات التفسيريه عندك واحد طبقا للمثال الموجود قصادك، ومستوى المعنويه 5% او على حسب المستوى اللي هيعطيه لك، لكن احنا بنعتمد مستوى 5%. قال لك اذا كانت قيمه السيتا اقل من او يساوي كاي سكوير هنرفض فرض العدم، اللي هو هيبقى فيه ثبات للتباين، اللي هو بيقول لك فيه ثبات للتباينات. والعكس اذا كانت اكبر يبقى ايه، هنقبل فرض العدم. ماشي. يبقى انت عندك دلوقتي، احنا بنقول في عندك في الكتاب 5 اختبارات، لا هنختصر 2 منهم للظروف اللي احنا مديك الايسر والاسهل بالنسبه لك. هنختصر 2 وهنختصر على اختبار سبيرمان